بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. النهاردة أنا هبدأ مع حضراتكم، قد أبدأ مع حضراتكم بشكل مختلف. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب مباراة اتحاد المنستيري النهاردة في ذهاب دور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا. أنا آسف، ركزوا معايا بس في الكلام اللي أنا هقوله في كلمة ذهاب. شوط مباراة كويسة، قدرنا نلعب بشكل جيد. الأهلي وحش الجمهور طبعا ووحشنا ونفسنا نشوفه وكل حاجة، ولكن في النهاية الأهلي لم يفعل شيء. الأهلي لعب مباراة جيدة، ومن المفترض أنه يلعب مباراة جيدة أمام فريق الاتحاد المنستيري اللي بالمناسبة فريق صعب جدا جدا. أنا وجهة نظري يعني بشوفه فريق صعب، لكن النادي الأهلي في ملعبه تحديدا كمان ما كانش سهل. فبالتالي النادي الاهلي فاز في مباراه، الحمد لله والدنيا حلوه. انا عارف كلنا النادي الاهلي وحشنا كلنا، وكلنا نفسنا نشوف سافيو، وكان نفسنا نشوف فلان وعلي واكرم وكل الناس، ومحمد عبد المنعم ومتولي والشناوي وكل الناس ولكن مباراه وانتهت. استطاع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه. نعم، إن شاء الله عندنا مباراة جاية، مباراة تانية بعد هذه المباراة نقدر نتكلم، خصوصا ان المباراة دي بعد هذه المباراة بأسبوع إن شاء الله. فوز الأهلي المعتاد كان في الدقيقة 90، ده زاد من فرحة الجمهور، عودة الروح. وجهة نظري أهم مكسب. أنا مش هتكلم على لعيبة النهاردة بالمناسبة، لأنه معلش يا جماعة اللي بيحصل ده طبيعي. أنا عارف إن لكن اللي بيحصل ده طبيعي. النادي الأهلي الأفضل من اتحاد المنستيري في كل شيء. أنا عارف إن أنا الثلاث أربع أيام اللي فاتوا كنت بقول لحضراتكم إن فعلا هي مباراة 50-50، ولكن في الملعب لما تيجي تشوف مثل هذه المباراة النادي الأهلي أفضل في كل شيء. النادي الأهلي ناس واقفة على الكورة، خبرة، تودي الكرة يمين تودي الكرة شمال، نقدر نخش من ناحية اليمين شوية، بعض الأمور الفنية هنبقى نتكلم فيها، ولكن في النهاية هي مباراة أولى في الموسم، لم يحدث أي شيء. المباراة دي بالمناسبة كان ممكن تبقى في دوري المجموعات، لأن اتحاد المنستيري ده خسر الدوري من الترجي التونسي السنة اللي فاتت في آخر نص ساعة فهي مباراة صعبة بالمناسبة. ولكن أنا كأهلاوي لازم أقيم الموضوع بالشكل العادي. مبسوطين، فرحانين بأداء اللعيبة، حلو جدا، بداية جيدة يستحقوا عليها التهنئة، ولكن ألف مبروك يا شباب، الفوز في الشوط الأول في ذهاب دور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا وليس شيء آخر. انتهى الموضوع.